بسم الله، هنبدأ مع الاري برضو زي ما احنا، بس هعمل المرة دي ايه كالكوليشن على الاري، وهبدأها بدل اري اوف وانواعها. في عندنا حاجة اسمها اري، في عندنا كونستراكشن كده او كونستراكتور بنبدأه بكلمة اري. فهنعمل كده اكزامبل اوريه لكم، نستخدم فيه الاري والاري اري يعني مش اري اوف، وفي نفس الوقت نعمل كالكوليشن عليها كده. فهقول لك سالاريز نفس الكلام، بس المرة دي هنشيلها بكلمة اري. واري اوف قمت قايل له اري اوف كمثلا دبل، على اساس ان انا هشيل مثلا السالاريز فيها، فممكن تكون فيها كسور. دي نفس الطريقه لو بصيت في الارجمنت بقى اللي احنا ما كناش فاهمين معناه. ارجمنت ده فاريبل وكان نوعه اري اوف سترينج، يعني بيقبل مجموعه متسلسله من الايه؟ من العناصر السترينج. فانا قلت له خلاص السالاريز اري اوف دبل ودبل، قلت له خمسه، خمسه كده ده السايز. خمسه ده بالنسبه لي مين؟ السايز. وممكن على فكره اعمل كوما وادي له فانكشن تدي له القيم بتاعت الخمسه. يعني كوما وادي له ليه الفانكشن اللي تديني دي، بس انا مش هعمل كده، انا هقفل واعمل له قوسين كده بتوع مجموعه واقول له صفر. دي بقى معناها ايه؟ كده بعمل انيشاليز، بعمل تجهيز لكل قيم السالاريز كلها تبقى اصفار. يعني من الاخر السالاري دي خمس عناصر 0 1 2 3 4 كل قيمتهم دلوقتي بالنسبه لي اصفار. يعني كده عملت انيشاليزيشن بصفر. يعني لو جيت عملت فور السال ان السالاريز وطبعت قيمه السال، المفترض تطلع لي 0 0 0 0 0 خمس مرات. تعال نجرب كده ونشوف لما نعمل ران، لان احنا عملنا انيشاليزيشن بزيرو، حطيت كلها قيمه مبدئيه بايه؟ بصفر. نشوف النتيجه. مظبوط، كله طلعت السالاريز كلها بايه؟ بصفار. كويس جدا، الخمسه حلو جدا. قبل ديت انا هعمل ايه؟ احط قيم جوه السالاريز. ممكن طبعا اعمل لوب واخدهم من اليوزر عادي جدا بانبوت او بريد يعني لاين. فعملت سيرز اوف زيرو، حطيتها مثلا ب 8000، واخد منها كوبي كده واكتب ايه كام سالري كده مختلفين علشان يبقى عندي قيم مختلفه، لان انا عايز اعمل عليهم بعض العمليات البسيطه زي مثلا مجموع المرتبات بتاعي كام، او بعد كده ممكن اوصل لمتوسط المرتبات كام. عايز اعمل شغل بقى على الايه، على الاري اللي موجوده عندي. فانا هغير كده الايه القيم اللي موجوده دي قدامي، وهخلي الطباعه زي ما هي، واعمل رن. لا احنا كده في كده احنا ماشي، احنا وقفنا اخر واحده عشان نخليها بصفر عشان نتاكد ان الانيشاليزيشن شغاله. فطبع لي ادي ايه اول واحده بس، لان احنا ما غيرناش الاندكس، لان الاندكس كله كان بزيرو. لا احنا عايزين برضه نغير الاندكس عشان مره يغير يخليها في الخانه 0، في الخانه 1، في الخانه 2، في الخانه 3، والمفروض ده خانه 4 بس انا شلتها عشان بس تبقى واخد بالك من الانيشاليزيشن اللي احنا استخدمناها. فاعمل رن، فالمفترض كده القيم هتبدا تتسجل زي ما احنا شايفين جوه السالاريز. كل خانه شالت القيمه بتاعتها الا الرابعه شالت ايه؟ شالت صفر. كويس جدا كده انا غيرت القيم اللي موجوده جوه الاري. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل اجيب مثلا سمش، فاعرف فاريبل سميته سم، واحط اخلي نوعه طبعا الفور. لا محتاجه طبعا اقواس عشان انا اقدر طبعا. عملت سم كده عرفته خلاص. عملت سم بتساوي السال زائد بتساوي السال عشان كل مره يلف ويجمع اللي بعديه. انا بس هغير الدبل، اخلي السم اسف اغيرها نوعها دبل، وابداها بصفر عشان كل مره هو بيجمع الصفر في التجميع محايد جمع طبعا. خلاص طيب فكده اهو كل مره بعمل ايه؟ بجمع في السم، اجمع في السم، وكل مره بطبع السالري اللي انا جمعته خلاص. وفي الاخر خالص هطبع بقى اقول له مجموع مرتبات الموظفين، هقول له employees salaries مثلا ايكوال، واحط الفاريبل بتاعي بتاع السم. فكده المفترض طبعا انا عملته ليه بره اللوب، عشان اللوب طول ما هو بيلف هو لسه بيجمع ما يجيبليش السم. بعد ما يخلص خالص بيقول لي المجموع كله كام. مظبوط، فطلع لي employees salaries بالاخير عندي كام؟ 26500. خلاص يبقى كده جمع فعلا الايه الارقام اللي موجوده عندي. طيب لو حبيت اجيب المتوسط على سبيل المثال، عرفت فاريبل سميته افريج ونوعه دبل، وبرده ممكن اساويه بالصفر. تمام، طبعا المعروف ان المتوسط هو المجموعه على العدد. مظبوط، يعني لو انا حبيت احسب الافريج بعد ما احسب السم، هقول له سم على الخمسه. مظبوط، لان عندي كام؟ عندي خمس عناصر، فقلت له افريج ايكوال السم على الخمسه. في الحالة دي طبعا النتيجة بتاعتي هتطلع مظبوطة، بس انا هطبع كده اقول له ايه الافريج بتاع السالاريز او متوسط المرتبات، فاشيل كده بس الحتة دي. طبعا كلمة خمسة ديت خمسة ثابتة. طب لو انا الاري بتاعتي بشتغل عليها
ممكن في اوقات معينه بتكبر مني ما بقاش عارف العدد. في الحاله دي ممكن اقدر اوصل لطول المصفوفه دلوقتي فيها كام عنصر دايناميك. ازاي؟ اقول اسم المصفوفه سالاريز دوت سايز. كلمه سايز هتجيب لك العدد، هيجيب لك الكاونت، هيجيب لك الكاونت اوف ايه للاليمنتس. الكاونت يعني ايه؟ يعني العناصر الموجوده دي هي 0 1 2 3 4 بس السايز هيقول لك دول خمس عناصر، دول خمس عناصر اللي هو العدد الايه العدد مش الاندكس. تمام كده؟ والعدد يفرق عن مين؟ عن الاندكس. ده الكاونت. فلو جينا طبعا كده هتلاقي جاب لك المتوسط مظبوط ب 5300. ده متوسط الايه المرتبات طبعا اللي نزل المتوسط عشان احنا عاملين فيه واحد واخد صفر سالري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.